من جديد أهلا بكم في شير. حالة كبيرة من الحزن خيمت على منصات التواصل الاجتماعي عقب وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب بأحد مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، عمر يناهز 88 عاما، وعلى وقع موسيقى الشرف وبأجواء من الحزن استقبل جثمان الشاعر العراقي في مطار بغداد بحضور سياسي كبير. لنتابع الفيديو وبالتأكيد نعود إليكم. جثمان مظفر النواب نقل بالطائرة الرئاسية إلى مطار بغداد، كما حرص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حضور مراسم تشييع الجثمان، ولكن على ما يبدو أن هذا الأمر لم يعجب البعض من المواطنين العراقيين والذين قرروا الهجوم على مصطفى الكاظمي وموكبه. فلنشاهد هذا الفيديو. وعلى الرغم من هذا الهجوم، حرص مصطفى الكاظمي على نعي مظفر النواب عبر حسابه على موقع تويتر، فكتب: رحل الكبير مظفر النواب العراق الذي طالما تغنيت باسمه أينما حللت وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودعك إلى مثواك الأخير مثقلا بأس خسارة، ابن بار ومبدع لا يتكرر. والعديد أيضا من نشطاء ومستخدمي منصات التواصل حرصوا على وداع الشاعر العراقي الكبير، حيث نازلي هنا كتبت: أرقد في سلام،
ستظل دائما أنت الأفضل. أما سالي فقالت دائما ما كنت ملهما لملايين الناس حول العالم وليس للعراقيين فقط، شكرا لك ولقوتك. بينما عبد العظيم قال رحل قامة الشعر العالية، لكن قصائده ستمكث حية في وجدان الجميع.